رقم 22 قالوا ان هو من اسباب ان الجماهير حطت فاروق في مقارنات وابو تريكه و... بص هو ده اي كلام ده اي هاكس. انا بالنسبه لي انا اتفاجئت بالمؤتمر ان انا هتلبس يعني 22 ولا كنت مختاره؟ لا انا ما اخترتش، انا بحب رقم 7 فكان حسين ساعتها معايا، حسين السيد، فهو خد 7. كابتن علاء جالي حتى كان برضو من ضمن الصفقات اللي كانت لسه جايه كابتن حسام غالي. فالكابتن علاء جالي وقال لي فاروق انت هتلبس 22 في المؤتمر. هتلبس 22 في المؤتمر؟ فقلت له ازاي بس كابتن، انا بالنسبه لي انا 22 دي يعني انا مش بحب الرقم 22. ندمان انك ما نجحتش مع الاهلي او ما حققتش حلمك في تجربتك مع الاهلي؟ بص هو مش ندم ان انا قصرت. هقول لك ليه، لان انا الندم ساعات يعني ممكن اقول لك انا دلوقتي اقول لك ندمان لو انا فعلا الاهلي ما جاليش مره واثنين. يعني انا كان جالي عرض من النادي الاهلي مره واثنين، فاهمني؟ فده انا اقول لا انا مشيت وما قدرتش ان انا ابقى حد كويس وان هم يرجعوا يطلبوني تاني، فلا ممكن اقول ان انا ندمان. انا ممكن اقول بدل لفظ ندمان اتسرعت، مش ندم.